السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل وهام، السعودية تستنجد بقبائل حاشد وبكيل مع اقتراب الهجوم اليمني على مصالحها الاستراتيجية. ويل التفاصيل. توالت ردود الأفعال السعودية وسط مؤشرات اقتراب موعد الهجوم اليمني على مصالحها الاستراتيجية، حيث سادت حالة من الذعر والهلع في صفوف النخب السعودية وناشدي مواقع التواصل الاجتماعي المحسوبين على الاستخبارات السعودية، حيث تباينت تغريدات هؤلاء بين دعوات للتهدئة وأخرى تستغيث بالقبائل اليمنية، بينما كان السائد الأكبر هو توجيه التهديدات لرئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط. وتأتي هذه التعليقات في ظل تصاعد التهديدات اليمنية لاستهداف السعودية وسط ترقب لبدء العملية رسميا في ظل انسداد أفق المفاوضات وحديث قيادات يمنية عن بدء العد التنازلي. هذه التعليقات عكست حالة الخوف في الأوساط السعودية الرسمية من تبعات العودة للتصعيد العسكري، خصوصا بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها السعودية خلال سنوات الحرب الأولى على اليمن. ويرى خبراء أن هذه التهديدات تعكس التوجهات العليا للدولة السعودية التي تسعى لتجنب أي تصعيد جديد قد يؤثر على خططها الاستراتيجية، خصوصا رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي تتطلب بيئة آمنة ومستقرة. وفي هذا السياق تلعب حكومة صنعاء دورا بارزا في دعم غزة عسكريا في وجه العدوان الإسرائيلي، حيث تستمر في التصعيد العسكري ضد الملاحة الإسرائيلية والملاحة الأمريكية والبريطانية المعتدية على اليمن، ذلك حماية ودعما لإسرائيل. ومع ما صاحب هذا الموقف اليمني من اصطفاف سعودي معادي لليمن لثنيه عن موقفه الداعم لغزة، وتأتي هذه التحركات في إطار مواقف صنعاء المناهضة للعدوان على غزة، والتي تتناغم مع الجهود المبذولة لدعم الشعب الفلسطيني والرد على العدوان الإسرائيلي الأمريكي على الفلسطينيين في قطاع غزة. ويرى مراقبون أن التهديدات المتزايدة والتوترات المستمرة بين صنعاء والرياض تعكس واقع الصراع المعقد في المنطقة، وتسلط الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه حكومة صنعاء في دعم القضايا العربية الكبرى، وفي مقدمتها قضية فلسطين ومواجهتها للتحديات التي تفرضها السياسات الإسرائيلية وحلفاؤها في المنطقة وأبرزها السعودية. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.